وشو صار؟ ما صار شي بابا، ما صار شي. لحظة جاي. شبك انتي؟ مالك شايفة؟ مالك شايفة؟ عم بشوف تليفوني انكسر. شو اسوي لك يعني؟ ما الله يخليك، انا هذا التليفون كنت راح ابيعه مشان اشتري دواء لاخوي المعاق، والله انت دعست عليه. انا مالي علاقة، الحق عليكي، انت اللي واقفة هون وانت اللي وقعتي من ايدي. عمو هش فيني لاشتري دواء لاخوي وبوس ايدك. ما تبوسي ايدي ولا شيء، اقلعي من هون يلا. عمة ما بتفهمي؟ انت ما بتفهمي حكي، اقلعي من هون عم اقول لك. بابا الحق علينا، اعطيه حالتلفون. انت يا تتدخلي جاينا ورا لشوف؟ انت ما بتفهمي اكثر مني، خليكي هون. يلا يا عمو. بابا انا هلا كيف بدي اشتري دواء لاخوي؟ كيف قلي. انا شو دخلي؟ وين بدك روحي جيبيني؟ يلا حبيبي. بابا انت لا تدخلي، جاينا ورا لا تتدخلي. يلا الله معك بقى. ماشي يا عمو، الله يسامحك. نسيت ما قلت. انت يلا اطلعي بالسيارة. علي عبد قلي؟ ألو؟ يا علي حبيبي؟ الله الله جد ضحكتني. يلا رح أزورك اليوم إن شاء الله بالليل. وين هاي؟ لا انا ما بحكي معه، ما بحكي معه، اذا هو موجود ما رح اجي على الساعه. يلا بابا خلينا نروح. يلا بعدين بحكي معك. روح بابا. ايه طيب يلا حط الحزام حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. خليني ارجع الشنطه، ايش قد ما بده يعطيني مصاري البياع بيعه. اكيد هاي البنت الله يحميها ويخليها لاهلها. ما عاد في داعي ابيع التليفون، راح اشتري فورا دواء لاخوي. أهلا أخوي، جبت الدواء وجبت شوية أكل مشان ناكله. أختي يعني بعت التليفون؟ لا أخوي ما بعته، ليكو. أيوة مكسور. من وين جبتي هالمصاري اشتريتي أكل ودواء؟ الله رزقنا ياهن يا أخوي، دخيل اسمه يا رب. الحمد لله الحمد لله. ولمين هالتليفون الثاني؟ هذا قلنا يا أخوي، في واحد داعس على تليفوني. أما أعطاني هذا بداله وأحدث منه. الحمد لله الحمد لله يا اختي، فرحتيني، الله يكثر من امساده. اخوي انا راح اجهز الاكل مشان ناكل بعدين نشرب الدواء. تمام اختي تمام.